أعلن الديمقراطيون والجمهوريون عن التوصل إلى تسوية في الكونغرس الأمريكي بشأن توسيع عمليات التثبت من السوابق العدلية قبل بيع السلاح الناري في المعارض وعلى الإنترنت، وهو الإجراء الذي كافح من أجله الرئيس باراك أوباما. وسيصوت النواب بداية من الخميس على سلسلة إجراءات منها هذا الإجراء، وتحتاج كتلة الديمقراطيين لأصوات جمهوريين لبلوغ 60 صوتا لإجازة مشروع القانون، وبعد ذلك ينظر مجلس النواب في النصوص التي يتم إقرارها.